ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض كلامنا النهاردة. والحقيقة إنه دلوقتي جه معادنا مع شخصية الحلقة. شخصية الحلقة النهاردة هي شخصية نسائية، والحقيقة هي شخصية قدرت إن هي تحقق نجاح كبير جدا على جميع المستويات. شخصية أدبية مهمة جدا ومؤثرة. شخصيتنا النهاردة هي الكاتبة والأديبة المميزة مي زيادة، واللي ممكن نوصفها بإنها فعلا فريدة في عصرها، لأنها كانت امرأة متعلمة جدا، صاحبة آراء حرة جدا في وقت ما كانش مسموح فيه لا ان المرأة تكمل تعليمها ولا ان هي تعبر عن رأيها. والحقيقة ان هي بتعتبر أيقونة من أيقونات الأدب النسائي في مصر وكمان الوطن العربي. كان ليها دور مهم جدا في الدفاع عن حقوق المرأة. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن الكاتبة مي زيادة ونرجع لكم على طول. فريدة عصرها وأيقونة الأدب النسوي هي الأديبة والكاتبة العربية مي زيادة. ولدت مي زيادة في 11 من فبراير عام 1886 لأب لبناني وأم فلسطينية. وعلى الرغم من أنها ليست مصرية الموطن، إلا أن مصر هي محل ميلادها الأدبي والفكري. بدأت شهرتها الأدبية في مصر تحديداً عام 1913، وأسست صالونها الثقافي في نفس العام. كان هذا الصالون ملتقاً لعمالقة الأدب وفرسان الشعر وقتها، مثل الكاتب عباس محمود العقاد وطه حسين وآخرين. لفتت مي الأنظار إليها بمناقشاتها وآرائها الحرة، وكانت الملهمة الأولى لكثير من الأدباء والشعراء. نشرت أول ديوان لها باللغة الفرنسية تحت اسم أزاهير الحلم، وشغلتها قضايا المرأة في كتاباتها، وقدمت عدداً من النماذج النسائية في كتبها. ضمت حياتها فصولاً من الألم، لكنها لم تطفئ سحرها، وظلت بعد وفاتها رمزاً من رموز الحرية الفكرية.